Gloria dengan nomor peserta SB.307 akan membacakan surah Ibrahim halaman 258 dimulai dari ayat 22 dan seterusnya. Disilahkan. بسم الله الرحمن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ
وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في
Sadaqallahul azim. Dan syaitan